اهلا وسهلا. شو هيك اللي بيرجع من مدرستهم بيكونوا؟ شو مالكم خير يا بابا؟ اليوم لانه رتبت الجدول بسرعه الصبح فطلعت جايب كتاب جوان معي بالغلط بالشنطه وانا مو متعمده. طيب وشو صار؟ ايش صار يا جوجو؟ دايما بتحرجني قدام المعلمه والطلاب. ليش شو صار يا بابا؟ ايش اللي صار؟ يعني انا ايش انسى كتابي؟ هي دايما بتتعمد انها تحطني بهاي المواقف المحرجه. بابا انا اسفه يا بابا، انا قلت لها اني انا اسفه وانا قلت لها اني انا جاهزه اساعدها واحكي لها شو اللي اخذناه اليوم. شو ما عملتي انا ما بسامحك. لا 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 يا جوان. طب يا بابا شو اعمل؟ برافو عليك يا بابا انك اعتذرتي منها، طلبتي منها تسامحك. انا بشوف كيف بدي اعمل معها. برضو يا بابا ممكن انت لو كنتي مكانها وتعرضتي لنفس الموقف تنحرجي. انا بعرف انك انت ما تعمدتي وهي تاثرت بالموضوع، لكن ان شاء الله لو بنحل. ما تخاف، يلا هدلا نفسك. صرت احب اني اعمل مشاريع باوربوينت واعملها لحالي من دون اي مساعده. يعني هلا انت بابا تتقيني لحالك؟ طب هالمشاريع فيها افاده لإلك؟ لها كثير افاده. بابا اهم شيء انك تعمل اشي فيه فائده وقيمه اضافيه إلك وللناس. صح. يعني مش بس لإلك انت لحالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هلا يا رب. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. ما رديت عليها السلام. أصلاً أنا لسه زعلانة منها. بعدك مو زعلانة موقف ذيك اليوم؟ أنا زعلانة لسه زعلانة. بابا إحنا خلصنا الموضوع. ما رح أسامحها. بابا إحنا إلنا أكثر من يومين وهي خيرهم الذي يبدأ السلام، إجت وهي بادرت وقالت لك السلام عليكم. ربنا بالقرآن شو حكى لنا؟ قال والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المحسن يا بابا اللي هو بسامح عن الخطأ. ما بصير نضلنا يا بابا خلص معلقين على نفس الإشي. أخطأت بحقك واعتذرت وقالت لك ما كان قصدها. فلازم احنا يا بابا كمان نسامح، صح ولا لا؟ صح نسامح. الله يرضى عليك. نسامحها من قلبنا من جوانا، مو بنسامحها بس كلام. وبنعتبر انه هذا خطأ، لأنه بابا كلنا بنخطأ، وخير الخطائين التوابون. فيا بابا هي اعترفت بخطأها واعترفت بذنبها وقالت لك انها آسفة. أنا رأيي بابا هلا خلص، تقوموا تلعبوا مع بعض تستمتعوا بوقتهم، أوكي؟ وأنا خليني أشوف السيد فارس شو بده. ايش يا حبيبي؟ هيك هالمرة. يا الله صح أنا دايما بتعمد إني أضايق جوان وأعملها هيك، بس والله أنا بالغلط. بتمنى إنها تسامحني، صح أنا كتير مرات أخطأت بحقها بس كله كان بالغلط. سلامتك يا بابا يا جوجو، سلامتك. ألف لا بأس عليكي إن شاء الله يا بابا شدي وبتزولي يا رب. الله يعافيك يا بنتي، الله يعافيك. وبالنسبة لبابا للمدرسة قلت لك لا تقلقي، أنا حكيت مع الإدارة قالوا لي حنعدل هالدروس، أهم شيء صحتها وتكون إن شاء الله أنها بالسلامة يا رب. إن شاء الله. لا بأس عليك يا حبيبتي. السلام عليكم، سلامتك جوان. أهلا يا لولو، أهلا يا بابا. ماما حكت لي إنه جوجو تعبانة فحبيت أجيب لها الدواء. شكرا يا لولو، موقفك هاد عن جد بين انك بتحبيني وانا عازفة على هذا اللي اني ما سامحتك. فهي اختي احنا منضل خوات وحبيبات. شفتي يا بابا يجوجو كيف؟ كلنا يا بابا بنخطأ، وانت هلا اختك جاي جايبت لك الدواء وانت لفيت وجهك عنها انك زعلانة منها. كلنا بابا بنخطأ وكلنا بنتعرض للاساءة وكلنا لازم نسامح بعض. مواقف كثير يا بابا ممكن تصير معنا، لازم الواحد يسامح. هي اخطأت بحقك وجت اعتذرت، فانت لازم تسامحيها. وبابا في ايش المقوله بتقول؟ اذا احنا قابلنا الاساءه بالاساءه، اذا كل واحد بده يسيء بنقابل الاساءه، فمتى تنتهي الاساءه؟ يعني لو كل واحد يعمل خطا، الثاني بده يرد عليه بخطا، متى بده يوقف هذا الخطا عن الناس؟ فلازم احنا يا بابا نسامح ونعفو وقلنا والله يحب المحسنين، الله بحب اللي بيسامحه.
اول شيء يعطيكم العافيه، نتمنى نكون ان شاء الله الفيديو عجبكم، فيديو التسامح، ووصلت الرساله اللي كنا حابين نوصلها. نحن بنخطا، كلنا بشر وكلنا عندنا اخطاء، لكن التسامح شيء طيب حتى تستمر الحياه بسهولتها. جوان اليوم حضرت لنا فيديو على الباوربوينت كانت عاملته قبل ما نصور، وهو صراحه هو اللي جاب لنا الفكره، قصه عن التسامح. جاهز يا جوان؟ يلا تفضلي احكي لنا اياها وخلينا نشوف ايش العرض تاعها. هلا راح احكي لكم شو عملت. اهلا وسهلا بكم في عرض التسامح. طبعا هذا كله شغل جوان صح؟ يلا بسم الله تفضلي. الان ساروي لكم قصه عن التسامح. تمام. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك طفل يلعب في الحديقة. رأى الطفل صديقه سامي يلعب في لعبته، فقال له الطفل: هل يجوز أن آخذ اللعبة أيوة إلى بيتي وألعب بها؟ نعم. قال سامي: نعم يجوز. حلو كريم يا سامي، حلو. أخذ الطفل اللعبة أيوة، وفجأة انكسرت وهو يلعب بها. أيوة يعني زي ما عملت لولو، أخذت الكتاب. تمام بعدين. وفي اليوم التالي ذهب الطفل إلى بيت سامي حزينا. دق الباب ففتحه له سامي، ورأى الطفل حزينا. تمام. فقال له: لماذا أنت حزينا؟ قال الطفل: أنا آسف، فقد كسرت اللعبة. تمام. قال سامي: لا بأس. قال الطفل: هل تسامحني؟ قال سامي: أنا مسلم، أسامح الناس، أنا أخاف ربي. يا سلام. قال الطفل: شكرا جزيلا يا صديقي. يا سلام. طيب يا جوانا إيش تعلمنا من هالقصة؟ إنه نسامح الناس لأن إحنا بنخاف الله، وإحنا ما نعمل إلا الأشياء الصحيحة عشان ربنا. يا عين عليك، وأنت سامحتي ليليان؟ أكيد. خلاص. الإسلام ما بصير مسلمين يضلوا مخاصمين بعض لمدة 3 أيام، أكثر من هيك ما بصير. يا سلام عليكم. نتمنى تكونوا استمتعتوا. أكيد إذا عجبكم الفيديو إيش لازم تعملوا؟ لايك وشير سبسكرايب. وإحنا بنقولكم في الختام لا تنسوا تعملوا لا اللقاء. خلاص الله معكم، إلى اللقاء. السلام عليكم بابا. موقف ليليان بابا. يلا بسم الله، يلا 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 يلا. هذا بابا تاع الغاز دائما بالعايد والحلقات كلها بيكون موجود معنا. بالضبط، هو بده يشوف يعرف اذا بنعمل فيديو. تمام. هذا موسيقى رايحه حاطه لنا. ما نحط كواليس، صوري كواليس. كواليس لبعديان ليليان، لانه كمان شوي شوي رح نرجع للتصوير. يلا لما يروح الصدي يا بابا. ما في زين تصويرنا رايح عليه هذا، لانه بيخاف الله بس هو مسلم. الراعي الرسمي هسه بتشوفه كمان. يا الله هلا نوم لما نيجي على الصالون بيبدا، يعني لو سمحتي. نعم حبيبي. كان ليونات الله يسعده. يسن النفور استني يا بابا. خلاص بابا اسمع الصوت، اسمع الصوت. صوت ايش هذا؟ اسمه الغاز. اسمه الهاز. مش الهاز، الغاز. الهاز. غاز. هاز. اوكي هاز.